السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بشار؟ الحمد لله. كيفك يا استاذ غريب؟ اهلا اهلا. ايه اللي فكرك بينا يا سيدي الساعات؟ هو انا نسيتك، انت دايما في بالي على طول يا استاذ غريب، خصوصا اول الشهر عند القبض. بعدين اصلا انا كنت يعني اديتك دي حاجه التموينات عشان اجيب شويه واكل يعني وشويه حاجات كده. بضرب بعيني على الشرطه لقيت النور قايد، راح قلبي حاسس على طول ان انت فوق، قلت اجي اسلم عليك واطمن عليك واقبض الراتب بتاعي بالمره. كل شهر وانت طيب يا استاذ غريب. وانت طيب يا سيدي. هي الدليب دي يعني جيت؟ هو المعنى حسب المضمون. يعني انا لو كنت فوق ونزلت تحت يبقى الدليل، لو كنت هناك وجيت هناك يبقى الدليل. اما بالنسبه للناس اللي ما تفهمش شيء نمشيها جيت. طب ما تقول جيت يا سيدي وخلاص. ليه انا ما افهمش شيء؟ وبعدين لو قلت ما بقاش صعيد يعني. بقول لك يا استاذ غريب، هقبض الراتب بتاعي ولا هقعد تاني؟ ولا يهون عليا، لازم تقبض طبعا وجيبك يبقى عمران النهارده. بس انا ليا سؤال عندك بس. ايه؟ انت ليه ما بتاخدش الكارت زيك زي بقيه الموظفين وتقبض من الماكينه يا اخي وتريحني؟ لا لا لا، بايه الماكينه دي؟ لا انا ما اعرفش اتعامل مع الماكينه والحاجات دي، وبس انا الكلام دي ماليش فيها، احب اقفش فلوسي في يدي واعدها بنفسي. بعدين افرض الماكينه دي يعني ضحكت علي وادتني الراتب ناقص، اعمل ايه انا؟ اكسرها واروح بدايه؟ يبقى الماكينه عرفت ان انت صعيدي. الله عليك يا بشندي، انت متعلم ومعاك دبلوم تجاره، ازاي بس الماكينه دي تضحك عليك؟ الحمد لله. يرحمكم الله يا استاذ غريب. يهدينا الله ويهديكم ويصلح بالكم. بعدين مالك دبلوم التجاره دوت والعلام بالحاجات اللي هتقولها دي؟ بعدين انت قاعد لوحدك ليه يا استاذ غريب؟ ها؟ براجع الملفات ورواتب الموظفين بكره. انت داخل على دور برد محترم، خدت دواء ولا حاجه؟ لا يا سيدي. الدواء في البيت، لما ارجع ان شاء الله هاخده. مفيش زياده ولا ايه؟ ربك كريم ويبعت ان شاء الله يا باشا. ان شاء الله. بقول لك ايه يا استاذ غريب؟ انت ما خدتش علاج ولا ايه؟ شكلك كده داخل على دور برد جامد قوي. الحمد لله على كل شيء، لما اروح البيت ان شاء الله العلاج موجود. ويا ويا، انت لسه هتستنى لما تروح؟ لا، انا اروح الصيدليه اجيب لك الدواء واجيب لك العلاج دلوقتي. اقعد اقعد يا باشا، انت اقعد اقعد، مش وقته. بقول لك لما اروح البيت ان شاء الله عندي شغل كتير وملفات وموظفين هتقبض. سبحانك يا ربي. قالوا تعرف الراجل اللي عندي برد منين؟ وقلت لازم اروح الصيدليه اجيب له العلاج. قالوا لا، هو يعطس ويقول الحمد لله وانت تقول له ارحمكم الله. على اذنك انا رايح اجيب الدواء دلوقتي. بشندي بشندي. اه ليش انا يا ولد؟ جيب دواء جيب. لا انا اصلي الوتر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انت فين يا حمدي؟ ايوه يا شوقي. خير؟ انت فين؟ جاي في الطريق. بتصل على ابوك وما بيردش عليا، وانا قلقان عليه جدا. طب اقفل اقفل دلوقتي عشان سايق. طيب سوق على مهلك. اقفل يا اخي. يلا سلام. استاذ غريب انت فين؟ استاذ غريب. هاي ايه اللي حصل ده؟ استاذ غريب تليفون 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 تليفون. شيخ شيخ شيخ. الو. هلا شلون؟ الشركة انسرقت؟ شلون صار الحين؟